اهلا بيكم معايا من جديد، يا رب تكونوا بخير. النهارده جايبه لكم فكره حلوه جدا، من كتر ما انا حبيتها حبيت ان انا انفذها معاكم على القناه، وهي فكره عمل كوره او زينه ممكن نستخدمها في الاعياد والمناسبات، او ممكن نعملها ونعلقها على الشجره في راس السنه. كل اللي نحتاجه فيها نحتاج ورق الفوم بالشكل ده، انا قصيته على شكل دوائر. هنحتاج حوالي 16 دايره من ورق الفوم. لو هتعملوها بلونين مختلفين يبقى هتقصوا 8 دوائر من اللون ده ومثلا 8 دوائر من اللون ده. انا عملتها قصيتها على قد حجم اللي هو فنجان القهوة، الفنجان الصغير ده مقاسها يعني حوالي 6 سنتي. وهنحتاج مسدس شمع. اول خطوة نعملها هنبدأ نجيب الدوائر دي وهنبدأ نقسمها نصين كلها. قصيت الدوائر كلها نصين، بعد كده هنبدأ نجيب كل نص وهنبدأ نتنيه بالشكل ده. هنحط لزق شمع على الطرف هنا بس وهنبدأ نتنيه كده. هنحط هنا الجزء ده بس. معايا بالشكل ده، والابيض برضو نفس الطريقه. هنعملهم كلهم لحد ما نخلصهم كلهم بنفس الطريقه. تنيناهم كلهم بالشكل ده. بعد كده هنبدا نلزق كل واحده مع الثانيه. هنبدا نجيب اول واحده كده، هنحط لزق شمع هنا، هنبدا نثبت الثانيه معاها كده. نبدأ نحط لزق شمع في الجزء ده ونثبت التانية معاها كده، يعني الاتنين هيبقوا قصاد بعض بالشكل ده كده. طبعا هنعمل كل اللي احنا قصيناه بنفس الشكل كده، هنجمعهم يعني نصاص تاني. لزقناهم بالشكل ده وكل اتنين مع بعض. بعد كده هنبدأ نثبتهم، نحط لزق شمع على الطرف هنا وهنبدأ نثبت لون ولون تاني. هنعملهم بالتدريج، واحد ابيض واحد مو. هنعمل 4 ألوان من الأبيض و4 ألوان من الموف، هنعملهم على جزئين. آخر حاجة الموف. يعني هنلزق 8 دوائر مع بعض بس بلونين مختلفين، بقت بالشكل ده. هعمل الـ8 التانيين بنفس الطريقة، الاتنين بالشكل ده. بعد كده هنبدأ نثبتهم مع بعض. ثبتهم كده. بعد كده هنبدأ نثبتهم كلهم مع بعض. بقت بالشكل ده. بعد كده هنبدأ نفتح الدوائر كده نضمهم عشان نضمهم على بعض. ده بقى شكلها. بعد كده هنجيب قطعة من الشريطة من الفوم اللي هو الأبيض وقطعة من الفوم اللي هو الموف، مقاس 2 سنتي في حوالي 8 سنتي. بعد كده هنبدأ نلزقهم، هنتني ورقة كده نصين
وهنبدأ نثبت الشريط ده جواها. هنحط لزق شمع هنا. هنبدأ نلفها كده. بعد كده هنبدأ نحط لزق شمع هنا كده من جوه. وهنبدأ ندخل في القطعة اللي احنا جهزناها دي. بالشكل ده عملت واحدة زيها برضو باللون اللي هو الابيض، يعني انا لفتها على شكل اسطواني. وبعد كده هنبدأ نحطها كده من جوه من تحت. ده بقى شكلها، ده شكل الكورة في الاخر. شكلها عجبني جدا، يا رب تكون انتوا كمان عجبتكم. وهنا كنت مجهزة منها مجموعة تانيين، دي عملتها باللون اللي هو الاخضر اللي هو الجليتر والاخضر السادة مع بعض، طلعت معايا بالشكل ده. ودي عملتها باللون اللي هو الاصفر والاسود، عملت تداخل في الالوان، يعني عملت اللي هو اللون الاصفر جنب الاسود. دي حجمها صغير، يعني اصغر من اللي هو حجم اللي هو الفنجان بتاع القهوة، يعني مقاسها حوالي 3 سنتي. ودي عملتها باللون اللي هو الاحمر، دخلت معاها اللي هو اللولي، طلعت معايا بالشكل ده. يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم النهارده، واشوفكم الفيديو الجاي فكره جديده ان شاء الله.